شفنا أيسل البنوتة الجميلة اللي هي الحقيقة ممكن تكون بنت أي حد مننا. ربنا يحفظ كل الأبناء ويحفظك يا أيسل يا جميلة بتحكتك الجميلة، ويقوي مامتك، ربنا يقويك يا مامة أيسل. والحقيقة أنا بطالب وبناشد، يمكن دي أول مرة أعملها هنا في من القلب القلب، بس أنا بناشد القادرين، معرفش منين، من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. من حيث نحتسب هي الجهات الرسمية وزارة الصحة بالتدخل لعلاج أيسل، ولو حتى ما فيش علاج كامل فعلى الأقل تقليل المضاعفات ونخفف عنها ألمها. من حيث لا نحتسب أنا معرفش مين شايفني دلوقتي، ومعرفش مين ممكن يهب جزء من اللي ربنا ادهوله ويعطيه لعلاج أيسل، وإنها تكمل شفائها على خير، ويكون سبب في ابتسامتها تفضل موجودة على وشها، ويكون سبب في إن أمها تبقى قلبها مرتاح ومطمن. أنا حاسة بيكي جدا، وعارفة أنت بتتكلمي في إيه، وعارفة نظرة عينيكي دي وهي بتروح فوق وتحت. أنا يعني وصلت رسالتك، وصلت يا مامة أيسل من القلب للقلب، وربنا قادر على كل شيء، وإحنا بندعي وبنعمل اللي علينا.